نخوض هذا الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا بعد 3 وقفات احتجاجية هنا أمام المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، مطالبين برحيل المنسقة التي تتخذ من الترتيب منهج للطلبة. اليوم نخوض هذا الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا كاملة، لن نتنازل إلى حين تحقيق القانون إلى حين تطبيق القانون. اليوم سنعلم وسنعرف هل هذه الإدارة تطبق القانون فقط على الطلبة، هل هذه الإدارة تنتقي من القانون ما يعجبها وتترك الباقي. اليوم أمام واحد المحك حقيقي، اليوم سنعرف مدنية هذه الإدارة. نريد من المدير أن يكون هناك واحد التجاوب. اليوم نفتح باب الحوار، راسلناهم، طلبنا منهم حوار، يتخذون سياسة الأذان الصماء، ولهذا أعلننا عن اعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا كاملة. المطالب هي إعفاء المنسقة، منسقة شعبة محمد الدير في الصيدلة، وذلك بتطبيق المادة 12 من القانون الداخلي للمعهد، استكمال الحيز الزمني المهدر، وإعادة امتحانات الدورة العادية بالنسبة للطلبة المرصبين.